التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، والتحية متجددة بحضراتكم. هكذا يسير شوطنا العاشر في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بالإبكار اللقاية المهجنات العصائل، أشواط أبناء الغباية المتواصلة، ونسير إلى المقدمة وإلى المركز الأول. وهذه شغف ناصر مصبح بن علي بن حسن الشامسي على المقدمة والبداية الأولى، بينما في المركز الثاني، هذه الآن الشاهينية تتقدم بشعر عبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه الآن غمة لظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي يقدم لنا غمة على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذه الآن الشبل محمد بن سالم الحوت العام رياتي على المركز الرابع، وخامس المراكز عندنا ملوح محمد بن علي بن سعود الاكتبي تتقدم على المركز الخامس، وسادس المراكز هذه اللي واصلة وجلة عبد الله بن مطر بن حاث الاكتبي يقدم لنا وجلة اللي على المركز السادس أبو عمر يتقدم في هذه اللحظات، بينما في المركز السابع شوفنا الغادمة مغامرة خالد بن علي الهاشمي يأتينا على المركز أيضا المركز السابع في هذه الانطلاقة، نعم المركز الثامن، هذه الآن ريمة لناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي يتقدم على المركز الثامن، والتاسع المراكز عندنا هنا السرية لمس المسري بن سالم بالعرت الحميري، وعاشر المراكز هذه الآن مرسى لراشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيالي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة، عودة إلى الصدارة، وهنا مسيطرة في مقدمة الشوط هذه شغف، وممثل أهالي جميرة في المنافسات يأتي مع المركز الأول في هذه اللحظة، ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي أحد الشعارات اللي سطرت الكثير من الإنجازات وقدم لنا نوعيات متميزة وشارك في جميع الميادين وحقق له انتصارات جيدة، لياتي في هذا اليوم ليقدم لنا شغف على الصدارة الأولى ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي في مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني عندنا الآن ملوح محمد بن علي بن سعودي الاكتبي ياتي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وهذه غمة ظافر بن مسعود بن هادي الأحباب الشاعر متواجد هنا على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع عندنا الشبلة وفزة الشبلة من القبلة متى بنقول يا بالحوت يقدم لنا الشبلة، اسم صال وجال بشعار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه اللي كان يضمرها سالم بن دري الله يذكره بالخير وسطر بها كثير من الإنجازات القوية، لياتي اليوم بالحوتة يذكرنا بماضيها الجميل ليقدم لنا الشبلة واسم الشبلة على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس عندنا الآن اللي هي وجلة وعبد الله بن مطر بن حاث الاكتبي يقدم لنا وجله في المركز الخامس في هذه اللحظات، ويطالبونك يا ابو عمر جماهيرك اللي يراقبونك في جميع الانطلاقات، يقدم لنا بن حاث هذه الانطلاقه وعبد الله بن مطر بن حاث له ماضي مشرف كبير في هذه الرياضه وسطر الكثير من الانجازات، ياتي اليوم ويقدم هذه الانطلاقه ويذكرنا بماضيه المتميز، بينما ناخذ اللي تليها في المركز السادس وهذه الآن اللي غادمة مرسى راشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيالي ياتي على المركز السادس في هذه اللحظات، سابعا تتقدم اللي هي مغامرة خالد بن علي بن حميد الهاشمي ياتي على المركز السابع، وثامن المراكز واصلنا الآن الناطق الرسمي وشعاره يقدم لنا مشاهدي الكرام اللي هي قطرة أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي ياتي الآن ليتقدم على المركز الثامن، وتاسع المراكز هناك اللي هي ريمة ناصر بن خليفة بن عبد الله الراسبي، وعاشر المراكز عندنا وزن لعلي بن سليمي بن سالم
العمرياتين على المركز العاشر. هذه المراكز الأولى والعشر، الأسامي المشرفة اليوم بالحضور وبالانطلاق. وشوط المحليات ذهب إلى هالي زاخر، وشوط المهجرات وين يتحدد مصيره؟ ونقول 1200 عن خط النهاية يا مدمرين يا مراقبين. وهناك السيطرة وين؟ عند بالسعودي ولا عند الشامسي؟ يبدو أنها عند بالسعودي من الجانب الآخر. يقدم مشاهدين الأعزاء اللي هي ملوحة محمد بن علي بالسعودي الاكتبياتي على المركز الأول. المركز الثاني عندك يا راعي شغف ناصر بن مصبح بن حسن الشامسي، وراغب اللي قادمه هذه غمة، ظافر بن مسعود بن هادي الأحباب شعر الغدير يقدم لنا غمة، وهو صاحب الغمم في الشعر وفي كل المجالات. يأتي اليوم ليبحث عن الغمة في شوط المهجنات. روح يا ابو مسعود، روح روح الله وياك مع هذه الانطلاقة. ليتنا نحتفظ بشيء من ابياتك اللي تعدها في الاصايل وفي السبق وفي الانجازات. يوم يقول الله ما تحضرنا اليوم، ما شاء الله وتبارك الله. شوفوا راغب اللي قادمه، راغب اللي قادمه هذه مرسى راشد بن محمد بن سبت الخيالي، واصلنك بعمر بن راشد يقدم مشاهدين الاعزاء اللي هي الان مرسى 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 مرسى. ويبدو انها مرسى يا عمر اذا ما خاب ظني صاحبة الانجازات في هذا الموسم، في بداية الموسم هنا عندنا في ارضية هذا الميدان، يقدمها اليوم على مقدمة الشوط. ومن جواهر المختبر، من جواهر المختبر وسلالة المختبر اذا صح التعبير يا ابو راشد، في هذه المنافسة الغوية وفي هذه التحديات. المركز الثاني ملوح محمد بن علي بالسعودي، بالسعودي عادل الملابسة، بالسعودي ولا بالسبت؟ بالسبت ولا بالسعودي؟ الله، ولكن خلاص الى ارباح السلام. تهانينا لراشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيالي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت اللي هي مشاهدين الاعزاء ملوح محمد بن علي بالسعودي. المركز الثالث وصل شعار ظافر بن مسعود بن هادي الاحبابي. المركز الرابع اللي وصلت، المركز الرابع الشبل محمد بن سالم الحوت. المركز الخامس عندنا الان سلسبيل الخليفه بن سالم بن سعيد بن حلوكه. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجه، عوده للتوقيت الزمني وساعه الوصول الى خط النهايه مشاهدينا الكرام، 7 دقائق و37 ثانيه وتوقيت